أكد مركز تسوية المنازعات التجارية في غرفة البحرين أنه لن يكون هناك موعد لإغلاق باب استلام طلبات تسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة، وأن اللجنة المختصة تقوم حاليا بفرز وفحص كل طلبات الوساطة والتوفيق المستوفية للشروط والاشتراطات لمركز التسوية وحل المنازعات التجارية، كما سيتم إرسال رد رسمي للذين تم قبولهم لحل المنازعات التجارية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع سرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد باسم محمد الساعي، عضو المكتب التنفيذي بغرفة البحرين. نرحب فيك أستاذ باسم في نشرة أنباء الثالثة، وبداية يعني ما هي آلية عمل تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين؟ أول شيء مرحبا فيكم ومشاهديكم. طبعا مركز تسوية المنازعات الهدف الأساسي منه أنه هو خلق بيئة مشجعة وبيئة تحفز القطاع الخاص وجميع الشركات على تطوير أعمالهم، وخلق البيئة التجارية في مملكة البحرين اللي يحفز الشركات أنها تنمو وتتطور، بالإضافة إلى جذب المستثمرين اللي قدموا قيمة مضافة. احنا كلنا نعرف ان في الواقع ان دائما في اي اعمال تجارية تنشأ هناك بعض المنازعات، والمنازعات هذه بدل ما تاخذ لها سنوات طويلة ان تدخل في المحاكم وتأثر على كمية القضايا اللي موجودة في المحاكم، اذا وجد لها مركز اللي ممكن تسوية تم فيها والمصالحة تم فيها خارج المحاكم، فهاي بيكون شيء جدا مفيد حق الأطراف الموجودة. وإحنا اللي شفناه في الغرفة اليوم إن في نقص حق مراكز حق تسوية المنازعات، خصوصا في المنازعات اللي تصير في المنقول مبالغها أكثر أقل من النص مليون دينار. في بعض المراكز تسوية المنازعات اللي هي متخصصة كمراكز تحكيم، بس نزاعات اللي تنظر فيها تكون نزاعات كبيرة ومبالغها كبيرة، بينما الكم الكبير من المنازعات هي دائما تكون في المنازعات اللي أحجامها أصغر. فهذه فكرة المركز تسوية المنازعات. فإحنا لما كوننا المركز بدينا في خطوات على أساس ناخذ أحسن النظم اللي موجودة والمتبعة والقوانين والتشريعات، وفي كان عندنا تنسيق متكامل مع وزارة العدل، وهم قاموا بدور مشكورين عليه في العمل معنا. نعم. على أساس كان جهد مشترك يكون نبني مركز منازعات تسوية منازعات اللي يقدم قيمة مضافة. المرحلة الأولى من المركز كانت هي أول شيء أنه قبول طلبات الوسطاء اللي هم راح يقومون بحل المنازعات هذه. نعم. والوسطاء في عندنا اشتراطات معينة من ناحية الخبرة والكفاءة والمؤهلات اللي هم لازم تكون عندهم على أساس يتم اعتمادهم، وإحنا فتحنا هالمجال هذه من شهر 7، راح يكون طبعا مفتوح، ما راح يكون في فترة وراح نسكر. احنا خلينا المجال مفتوح حق الاشخاص اللي عندهم الكفاءات والخبره والمؤهلات. وكمركز منازعات طبعا ما في فتره انه راح يسكر، لان المنازعات ما توقف، فدائما فيها راح تكون طلبات تتقدم. بس احنا المرحله الاولى ان اعتماد الوسطاء والخبراء في المركز عندنا، ومن شهر 9 باذن الله ان شاء الله راح نبتدي نستلم طلبات المنازعات اللي هي بين الأطراف الأعضاء في الغرفة، على أساس أن المركز يبتدي يواشر عمله في حل المنازعات. نعم. سيد باسم محمد الساعي، عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.